آلاف الإسبان نظموا السبت مسيرة في العاصمة مدريد أسموها مسيرة الكرامة للمطالبة بوقف سياسات التقشفية المتوالية التي أنهكت المجتمع. المتظاهرون نددوا بالتعاطي الحكومي مع الهموم الاجتماعية بمنطق الحسابات المالية بعيدا عن الجانب الإنساني الذي لا يأخذ في الحسبان معاناة المواطنين الذين فقد الكثير منهم مساكنهم وتحولوا إلى مشردين ما دفع عدد منهم إلى الانتحار، كما نددوا بانتشار البطالة في أوساط الشباب. يجب التفكير في الشباب الذين اضطر الكثير منهم إلى الاغتراب والعيش في الخارج منذ أن استحال العيش في إسبانيا. أمر غير مقبول، كل عمليات الخصخصة هذه والاقتطاعات من ميزانية الصحة والتربية لأنها عماد المواطنة، وفي كل يوم يزداد عدد الناس الفقراء الذين لا يملكون لقمة العيش. هذا عار ولا يريدون أن نراه في التلفزيون. Lo que está pasando. Esto no sale en la televisión. Las colas del hambre no salen. المتظاهرون اشتبكوا مع قوات الأمن حيث انتهت مسيرة الكرامة بإصابة عشرات المحتجين بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى أكثر من 60 جريحا في صفوف الشرطة التي اعتقلت 24 شخصا.